بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن أنواع بسيطة جدا من الفطريات، أسماءها فقط. أشهر الأنواع المنتشرة في البيئة الإنسانية، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. طبعا كما تعلمون أن الفطريات هي مجموعة متنوعة من الكائنات الحية. الأنواع الأكثر انتشارا في بيئة الإنسان فطريات عش الغراب، طبعا هذا منتشر في كل مكان. أيضا فطريات صدأ القمح، طبعا يكون في البيئة التي تكون فيها قمح كثيرة جدا. أيضا كلنا نعلم عن فطر عفن الخبز اللي يجي لونه أخضر ولونه أسود ويتغير لونه ويجي أيضا لونه أبيض. إن شاء الله راح نفحص بعض العينات في الفترة القادمة. طبعا كلنا نعرف أن تمتاز الفطريات بجسم بسيط عديم الجذور كما نعلم، وليس لديه ساق، وأيضا ليس لديه لا أوراق ولا زهور ولا ثمار. حيوانات دقيقة صغيرة جدا جدا، ما نقدر نشوفها إلا تحت المجهر. تحت تكبير تقريبا 1000 بكسل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. هدف هذا الدرس تعريف على أهم 3 أنواع منتشرة في البيئة من الفطريات. إن شاء الله نشوفكم درس لاحق.